يقول سبحانه وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. إذن الذين لا يتبعون هدى الله هم القسم الثاني، كفروا وكذبوا. ما هو مصيرهم؟ قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار يعني الملازمون لها، أصحاب النار الملازمون لها، مثل الصاحب الذي يلازم صاحبه، الذي يلازم صاحبه، هم فيها خالدون لا يخرجون منها، هم فيها خالدون. قضى الله سبحانه وتعالى أن من مات على الكفر وعلى الشرك فإنه خالد مخلد في النار. الآن انتهت قصة آدم وحواء عليهم السلام وقصة إبليس في الجنة وانتهى هذا السياق، ينتقل السياق إلى الحديث عن بني إسرائيل، عن بني إسرائيل. وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب عليه السلام، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل. وقيل إن معناها إسراء معناها عبد، وإيل معناها الله، فمعناها عبد الله، إسرائيل معناها عبد الله. ويعقوب عليه السلام كان يعيش في فلسطين معه زوجتان أختان، كان في شريعتهم أنه يجوز أن يتزوج الرجل بأختين، فتزوج أختين، وواحدة منهما أنجبت له 10 من الأبناء، والثانية أنجبت له 2، هما يوسف وأخوه بنيامين. فحصل الذي تعرفونه، وإن شاء الله إذا يعني واصلنا في التفسير نمر على القصة بإذن الله تعالى في سورة يوسف بإذن الله تعالى. المقصود هنا أن هؤلاء الأبناء 12 تزوجوا وأنجبوا وتكاثروا وأصبحوا أمة عظيمة. هذه الأمة هم بنو إسرائيل، وهم أكثر الأمم الذين بعث الله فيهم أنبياء وبعث فيهم رسل، أمة بعث فيها أنبياء ورسل كثر، الله سبحانه وتعالى بعثهم فيها وأنزل فيهم الكتب، بل الكتب التي نعرفها كلها نزلت في بني إسرائيل، التي نعرفها التوراة والزبور والإنجيل، هذه كلها في بني إسرائيل. اليهود والنصارى كلهم من بني إسرائيل. فالمقصود أن هذه الأمة الكبيرة العظيمة وقع منها أحداث كبيرة جدا، والله سبحانه وتعالى ذكرها وكررها كثيرا في القرآن الكريم من باب العظة والعبرة لنا والتعليم لنا، لأن هذه الأمة تتشابه في كثير من الأمور مع بني إسرائيل، تتشابه مع بني إسرائيل. وسيقع من هذه الأمة ما وقع من بني إسرائيل، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن إن لم يكونوا اليهود والنصارى، من غيرهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر كثيرا بني إسرائيل. مثال على ذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الأمر واحد، في تشابه، في تشابه بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل في الأمور المعتادة، في الأمور الطبيعية. يحذر هذه الأمة أن تقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل. ولذلك من مر على قصة بني إسرائيل فلينتبه،
ما وقعوا فيه لا يقع هو فيه. وستأتي الآية معنا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تنبيه وتحذير. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تنبيه وتحذير. وإن كان الكلام لبني إسرائيل لكنه لهذه الأمة، لا تقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل. يقول سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الخطاب هنا لبني إسرائيل اليهود الذين كانوا في المدينة، اليهود الذين كانوا في المدينة، الخطاب هنا لهم، لأن هذه السورة مدنية، والخطاب هنا لهم. يأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمنوا بالكتاب الذي أنزل وهو القرآن الكريم. فيذكرهم الله سبحانه وتعالى بالنعم التي أنعم بها عليهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، النعم التي أنزلها على آبائهم وعلى أجدادهم. ومن نعم الله سبحانه وتعالى نعمه كثيرة عليهم: أنقذهم من فرعون ونجاهم وفلق لهم البحر وأنزل عليهم المن والسلوى وتاب عليهم عندما اتخذوا العجل، وأشياء كثيرة الحقيقة ستمر بنا في الآيات الآتية، نعم كثيرة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على أجداد هؤلاء. والنعم التي تعطى للأب وللجد هي الحقيقة نعمة على الابن والحفيد. لماذا؟ لأنه لولا هذه النعم ما كان عاش بنو إسرائيل إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن الله سبحانه وتعالى قضى عليهم وأهلكهم ما كان تناسلوا ووصلوا إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم أن أعطاهم وأمهلهم حتى وصلوا إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى الذي أخذه عليهم. الله سبحانه وتعالى أخذ على بني إسرائيل الميثاق أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وهذا في سورة في سورة التوبة ربما، أو سورة الأعراف. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه سورة الأعراف. هذه الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى بعد أن كاد أن يهلكهم قال موسى: ربي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين، ثم ذكر الآية الكريمة التي ذكرناها. فالمقصود الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد في كتبهم أنه إذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام بصفته التي يجدونها مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، معروف بصفته عليه الصلاة والسلام، أنهم يؤمنون به. وقال لهم سبحانه وتعالى: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، من الرضا عليكم ومن إدخالكم الجنة ومن سلامتكم من العذاب ومن رفع الأغلال والآصار التي كانت عليكم، إلى غير ذلك مما وعدهم الله سبحانه وتعالى، أنهم لو آمنوا لحقق لهم هذا العهد. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وهذا الكلام وإن كان في بني إسرائيل لكنه عام. من وفى بما عاهد عليه الله سبحانه وتعالى فإن الله يوفي بعهده معه. من وفى بإيمانه وإسلامه ومتابعته للنبي عليه الصلاة والسلام ومتابعته للقرآن الكريم والسنة النبوية فليثق أن الله سبحانه وتعالى سيوفي له ما وعده من الرضا ومن التمكين ومن الجنة ومن الخير ومن كل ما وعد الله سبحانه وتعالى به من آمن به وآمن برسوله عليه الصلاة والسلام.
يقول سبحانه وتعالى: وإياي فارهبون. والرهبة هي الخشية والخوف، يعني فيه وعيد لهم، خافوا مني، اخشوا عقابي، ففيه وعيد لهم وتهديد لهم إن لم يفعلوا أنه سيعذبهم. يقول سبحانه وتعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هذا هو الأمر الذي أمرهم الله به، آمنوا بما أنزلت، وهو القرآن الكريم، مصدقا لما معكم، مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل وللكتب التي معهم، ولا تكونوا أول كافر به. هنا تنبيه لهم أو تحذير لهم أن لا يبادروا إلى الكفر بما أنزله الله. هنا الأولوية ليست على المعنى الظاهر أنه أول من يكفر، فقد سبقهم قبل ذلك، سبقهم المشركون، وسبقهم من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا برسوله عليه الصلاة والسلام. لكن الأولية هنا المقصود بها المبادرة والمسارعة. طيب، وأنا أول المسلمين، يعني أسرع الناس وأشدهم مبادرة إلى الإسلام. وهنا: ولا تكونوا أول كافر به، لا تكونوا مسارعين ومبادرين إلى الكفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. المصيبة التي في بني إسرائيل، وهي ملازمة لهم، أنهم يعني يفضلون المتع واللذائذ والشهوات والأموال، يفضلونها على ما وعد الله سبحانه وتعالى في الآخرة. إلى اليوم بلاؤهم من هنا، من هذا، أنهم يريدون اللذائذ والنعم والأشياء التي في الدنيا والأموال والنساء وهذه الأمور، فبلاؤهم من هنا. ونبه الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر: لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تأخذوا شيئا قليلا من الشهوات ومن الجاه ومن المناصب ومن أمور الدنيا، وتكفروا بآيات الله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. وإياي فاتقون أيضا فيه تنبيه لهم وتخويف لهم. فاتقون، والتقوى قلنا سابقا أن تجعل بينك وبين ما تخشى منه وقاية. فاتقوني، اجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية. كيف نجعل وقاية؟ بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذان مرضان من أمراض بني إسرائيل. المرض الأول أنهم يلبسون الحق بالباطل، ومعنى اللبس هنا معناه الخلط. الخلط، يدخلون الحق بالباطل ويموهون الحق والباطل حتى لا تدري أين الحق وأين الباطل. هذا هو أسلوبهم وهذا هو ديدنهم، والله سبحانه وتعالى حذرهم من هذا، لأنهم قد عرف عنهم هذا الشيء. الأمر الأول يلبسون الحق بالباطل، ويعني يخلطون الأمور ويتوهون الناس حتى لا يعرف الإنسان أين الحق وأين الباطل، يتوه ويضيع ولا يدري ولا يستطيع أن يميز. كيف يفعلون هذا؟ يفعلون هذا بإثارة الشبه، يثيرون الشبه، حتى أنهم كان من فعلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أن منهم من كان يؤمن أول النهار ويكفر آخره. تصوروا إلى أي مدى وصل هذا التفكير عندهم. يدخل أول النهار في الإسلام ويقول: أنا أسلمت، ثم في آخر النهار يقول: لا 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 لا، تبين لي أن الإسلام هذا باطل. تخيل إلى هذا الحد وصل التلبيس على الناس وتضليل الناس وخلط الحق بالباطل. هذا المرض الأول، وهو لبس الحق بالباطل، ومعناه أن يخلط الحق بالباطل حتى يتوه الناس ويضيعوا. المرض الثاني كتمان الحق. يعرفون أن هذا حق لكنهم لا يعلنونه ولا يقولونه، يكتمونه مع علمهم أنه الحق.
ليسوا جهال. يعني صفات النبي عليه الصلاة والسلام التي في التوراة وفي الإنجيل يعلمونها ويعرفون أنها تنطبق على هذا الرجل الذي هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يعرفون هذا، لكنهم يكتمون ولا يعلنون مع علمهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل في أحد يضيع ابنه يا جماعة؟ ما أحد يضيع ابنه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم يكتمون الحق وهم يعلمون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بصلاته التي جاء بها شرعا من عند الله سبحانه وتعالى. وآتوا الزكاة، ادفعوا الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. واركعوا مع الراكعين، اشتركوا مع المسلمين، اشتركوا معهم في صلاتهم وفي عبادتهم. وهذا أيضا يعني استدل به بعض الفقهاء في وجوب صلاة الجماعة، في وجوب صلاة الجماعة، اركعوا مع الراكعين، يعني كونوا مع الناس في صلاتهم وفي ركوعهم وفي سجودهم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ هنا بالنسبة يعني مناسبة ذكر الصلاة وذكر الزكاة في هذه الآيات الكريمة، لأن الصلاة والزكاة هي أبرز شعائر الإسلام بعد الشهادتين، أبرز شعائر الإسلام. ولذلك لا يقبل من أحد يقول أنه مسلم لا يأتي بهاتين الشعيرتين، لا يقبل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. إذن لا يأتي واحد يقول هو مسلم ولا يصلي، أو يقول هو مسلم ولا يزكي، هذا لا يقبل منه. ويجب على ولي أمر المسلمين أن يقاتله، إن قاتل يقاتله حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذن هاتان الشعيرتان لا يقبل فيهما أبدا التستر، ولا يقبل فيهما الاعتذار، لا يقبل حتى في الزكاة. مع أن مانع الزكاة قد يكون كافر إن جحد وجوبها، وقد يكون ليس بكافر إنما منعها بخلا، لكنه يقاتل عليها وتؤخذ منه بالقوة. يقول سبحانه وتعالى مخاطبا لهم كذلك: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الله سبحانه وتعالى يعيب عليهم وعلى من شاكلهم وعلى من عمل مثل عملهم، الذين ينصحون الناس ويوجهون الناس ويأمرون الناس بالبر. والبر كلمة تجمع خصال الخير، يأمرون الناس بأنواع الخير وأنواع الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكنهم لا يطبقون ذلك على أنفسهم. هذا عيب كبير في كل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى ومن حث الناس وعلم الناس، ينبغي له أن يطبق ما يدعو إليه على نفسه. وعار عليه كما في البيت الشعر أن يفعل ذلك، عار عليك إذا فعلت عظيم. فالمقصود أن الإنسان الذي يدعو إلى طريق من طرق الهدى ينبغي له أن يطبق ذلك على نفسه أولا. لكن لو كان هو واقع في معصية، هل يعني هذا أنه لا يأمر الناس ولا ينهاهم؟ لا. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر وتكليف من الله سبحانه وتعالى، والقيام بالعمل الذي المشروع بالطاعة وترك المعصية أمر آخر. إذن هما أمران، أمر لك أن تؤدي الواجب. لو افترضنا مثلا صلة الرحم، صلة الرحم أنت مأمور أن تصل الرحم، لكنك قطعت الرحم ولا تصل الرحم، هل يعني أنك لا تنصح ولا تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر من كان قاطع لرحمه؟ لا يعني هذا، بل مره بالمعروف وانهى عن المنكر في هذا الجانب.
طيب تقول يا أخي أنا كيف أمره وأنهاه وأنا لست لا أطبق هذا الكلام؟ نقول أنك إن تجمع سيئة، إن تقع في سيئة خير من أن تقع في سيئتين، لأنك إذا كنت قاطع للرحم ولا تأمر ولا تنهى جمعت بين السيئتين. أما إن قطعت الرحم وكنت تأمر الناس وتوجههم، كنت تأمر الناس وتوجههم إلى صلة أرحامهم، فقد بقيت عليك سيئة واحدة، ولعلك بأمرك ونهيك أن تترك هذه السيئة كما يفعل بعض الأطباء، يدخن ويقول يا جماعة لا تدخنوا، هذا يعني هذه كثيرة، هو يدخن ويقول يا ناس لا تدخنون، أنصحكم وأحذركم، فهو وقع في سيئة ويحذر الناس من الوقوع في هذه السيئة. فالمقصود أنك وإن كنت في معصية فإن هذا ليس عذرا لك أن لا تأمر ولا تنهى، عليك أن تأمر وأن تنهى وهذا واجب آخر، وأن تترك المعصية هذا أمر آخر، فإن جمعت بينهما فهو الذي يوافق العقل، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وإن لم تستطع أن تجمع بينهما فلا تجمع بين سيئتين، على الأقل أن تتخلص من الواجب الذي تستطيع. يقول سبحانه وتعالى وأنتم تتلون الكتاب، يعني وأنتم تعلمون، تتلون الكتاب تقرؤونه وتعرفون ما فيه، تعرفون الحق وتعرفون الباطل، أفلا تعقلون؟ هذا لا يوافق العقل أن الإنسان يأمر غيره ويقع هو فيما يعني حذر من الناس وفيما نهى عنه الناس، أو يأمرهم ولا يفعل هو، هذا لا يوافق العقل. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هنا يقول سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة، الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة، إذن الصلاة هي عون لك كما أن الصبر إذا تصبرت عون لك. فالمقصود أن الصلاة الحقيقة ليست يعني تكليف ومشقة وعسر، بل هي عون لك على ما تواجه في هذه الحياة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، الصلاة عون، الصلاة مخرج، الصلاة منقذة لك، الصلاة توبة، الصلاة رفع للدرجات، الصلاة تكفير للسيئات، الخير كله في الصلاة. فالاستعانة بالصلاة أمر مطلوب، استعن بها، استعن بها على ما تواجه في هذه الحياة من كل الأمور. والاستعانة كذلك بالصبر، لابد من الصبر مع الصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هل الضمير يعود على الصلاة أو يعود على المذكورات جميعا التي ذكرت من أول الآيات وآمنوا بما أنزلت إلى آخره؟ يعني يصح أن يعود على هذا وأن يعود على المذكورات جميعا على أنها هي وصية، إلا على الخاشعين. الخشوع هو السكينة والطمأنينة، الخشوع هو السكينة والطمأنينة، لأن ما يقابل الخشوع هو الحركة وعدم الاستكانة، فالخشوع استكانة وطمأنينة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني أنها لا حركة فيها، لا نبات ولا حيوان ولا شيء، خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وهنا يقول سبحانه وتعالى إلا على الخاشعين، أي الذين خضعوا لله سبحانه وتعالى واستكانوا واطمأنت نفوسهم بذكر الله سبحانه وتعالى، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. من أعظم ما يعينك، من أعظم ما يعينك على أداء الطاعات واجتناب المعاصي اليقين بالآخرة، اليقين بالآخرة، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحاقة وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. إذن اليقين بأنك ستلاقي الله سبحانه وتعالى وسيحاسبك الله من أعظم ما يعينك على أداء الواجبات وترك المحرمات. نأخذ هاتين الآيتين فقط حتى نبدأ مع قصة
فرعون والبحر في الأسبوع القادم إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله سبحانه وتعالى فضلهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فضلهم بكثرة الأنبياء وكثرة الرسل وكثرة الكتب التي أنزلها عليهم، لكنهم بمعصيتهم وبإعراضهم عن أوامر الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة، ونقل التفضيل منهم إلى هذه الأمة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمة المفضلة المكرمة المشرفة هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اتقوا بمعنى اجعلوا بينكم وبين عذاب ذلك اليوم وقاية. كيف تجعلون وقاية؟ بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا ينفع أحد أحدا في ذلك اليوم. لماذا؟ في الدنيا هذه تنفع، يكون فيه شفاعة ويكون فيه عدل ويكون فيه مناصرة. يقول سبحانه وتعالى: ولا يقبل منها شفاعة. والشفاعة هي أن يشفع الرجل أو أن يتوسل الرجل لصاحبه ويكون شفيع له، بمعنى يعني بدل ما كان واحد لوحده يكون معه شفيع فيصبحون اثنين. فلا تنفع الشفاعة، إن جاء أحد يشفع لأحد في يوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن الله له. ولا يؤخذ منها عدل، العدل هو الفدية، ما يؤخذ منهم فدية. ولا هم ينصرون، لا يجدون نصيرا لهم في ذلك اليوم. هذه الأمور الثلاثة تكون في الدنيا، في الدنيا تكون الشفاعة ويكون الفدية وتكون المناصرة، أما في يوم القيامة كل هذه الأمور تتقطع ولا يكون لها أي فائدة في ذلك اليوم. نقف هنا ونبدأ إن شاء الله مع قصة فرعون في الأسبوع القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.